مرحبا يا أصدقائي، اشتركوا في قناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديدنا. مشاهدة ممتعة. قناة إياد تقدم فريق الندى، الحلقة الأولى عبور الطريق. يجب أن نعبر في الطريق مثل الدائرة. أولا سوف ننظر من هنا ونقف حتى السيارات ونعبر مرة أخرى، ثم ننتظر السيارات تعبر، ثم نعبر في كل مرة. ما هذا يا هما؟ هل هذا فضيع للوقت؟ فتضيعنا؟ لا، هما محق، وأنا كنت أتبع الإرشادات. الآن عرفت. إذن يا أصحابي، أي عبر الطريق وأتبع الإرشادات ونرى من منا سيصل أولا. المرحلة الأول هو العبور إلى البيت. إذا أحد آخر يدخل إلى البيت سوف تخسر وسوف تكون نو اوف إليمينيشن. ثلاث، اثنان، واحد، ابدأ. لا تطلق. لحظة قبل أن تبدأ، كنت نسيت شيئا أقول لكم. لما وصلتم إلى هنا أنت غير مسموح للرجوع إلى الشارع. ماذا؟ نحن ليس من أسمعك لما أنت بعيد في بيتنا. أعتقد نحن كان قال ابدأ. لا تطلق صف ول. ماذا عندنا؟ كيف سنصل؟ سوف أحميكم. يا هما، الرجوع إلى الشارع سوف لن تتعلم القواعد. ماذا؟ كيف؟ إنها لن يعود. لماذا؟ لأنه لن يستطيع. حسناً، هيا علي. لا ترجع للشارع. أنا قلت ماذا؟ جراسي محزنا جدا. أعتقد
نحن نازل إلى تاكو ولايتنينج. أعتقد نحن نازل إلى تاكو ولايتنينج. أنا أعرف سوف أسرع. بوم. لايتنينج إز سيف. وإذا تاكو خسر وسوف يكون أكبر من الإليمينيشن. أوه هذا كله ماذا عملت؟ كنت مشيت. بطيئا جدا. حسنا حسنا. هاي ما تعال شوفي تعال شوفي تعال شوفي تعال شوفي عطر. قول إنتاج قناة إياد. هذا كل ما لدينا. لتريد مشاهدة المزيد زوروا زوروا قناتنا على اليوتيوب واضغطوا سبسكرايب ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.